السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن التقنيات القوية في تحويل البرومت أو التكست لصور هنلاقي عندنا ستيبل ديفيجن، وده تقدر تسطبه عندك على الجهاز بتاعك عادي. تمام، أنا مشيت مع خطوات وسطبت عندي فعلا اهو. طيب الفكرة كلها بتيجي من ايه؟ ان دي الواجهة بتاعته، فبيديك تحكم اكتر وهتلاقي شوية خصائص. طيب تسطبه ازاي؟ اول حاجة يكون عندك مسطب البايثون، وبعد كده سطب برنامج اسمه جيت جي اي تي، هو بيديك ان انت تحمله، وبعد ما بتحمله بتكتب الاختصار ده في قلب الجيت. تمام، فبيبدأ ان هو يحمله لك، وبعد كده بتشغل الملف اللي اسمه بات اهوت، وتلاقي ان هو اشتغل معاك. ده الفولدر وفي الخطوات المشروحة بالظبط لو انت عايز تسطبه على الويندوز او حتى على اللينكس، مفيش اي مشكله خالص. طيب بعد كده، بعد ما تسطبه وتشغله، بيبدا يديك ان انت تكتب البرومت هنا، وبتقول له ان انت عايز اني مثلا ستايل، وبتديك شويه تحكم اكتر من البرامج العاديه. يعني هتلاقي في جوه ستايل في اختيارات كتيره، البن، الكاميرا، كل الكلام ده، وتبدا تختار بشكل سهل وبسيط يروح عمل لك الصوره. طيب تعالى بقى نشوف الموقع اللي هي مسطبه اصلا عندها الاستيبل، بحيث ان انت تقدر تشتغل منه مباشره من غير ما تسطب. هنلاقي دريم استوديو، وتقدر تيجي هنا تكتب اي حاجه انت عايزها، برومت انت عايزه، او تحمل صوره، او تكتب نيجاتيف يعني حاجات مش عايز تبقى موجوده في الصوره، وانت عايز كم صوره، وتقول له دريم يعني احلم زي ما انت عايز. هو بقى يبدأ يكون لك الصور حسب البرومت اللي انت كاتبه، هيعمل لك الصور بالشكل ده. طبعا لو في اي حاجه مضايقاك ممكن تحطها في النيجاتيف وتخليه يعمل لك الصوره تاني. طيب في موقع اسمه ميجا، برضو بتكتب البرومت اللي انت عايزه، هو يبدأ يكون لك الصوره، عمل لك الصوره بالشكل ده. ممكن تنسخ البرومت او تخليه برايفت او تعمل ديليت، وزي ما انت شايف هو معتمد على الستيبل ديفيجن. كلهم هتلاقيك بصراحة ان هو معتمد على الستيبل ديفيجن. طيب بعد كده هنروح للموقع اللي بعده، هتلاقي فيه اختيارات كتيرة متعددة، تقدر تختار اي واحد فيهم. تمام، ده مثلا هيحول لك الصورة الفيديو، هيحول لك. طيب خلينا نشوف الستيبل ديفيجن عشان ده احنا مركزين عليه. كل عليك ان انت هتكتب الامر، وهو يبدا ان هو يكون لك الصوره. عايز كام اوتبوت زي ما انت عايز، تقول لي ماكسيم 4، ممكن تكتب 4. وتقول له سبمت. وكذلك في موقع مشهور اسمه بلاي جراوند، تقدر تكتب برضو فيه البرومت وهو يبدأ يعمل لك الصورة. كرييت هنا سيرش، بتدور على حاجة اتعملت قبل كده، انما احنا عايزين نعمل صورة جديدة، فتحط التكست اللي انت عايزه وتقول له جنريت. هنا بقى بيقول لك انت عايز اني موديل، عايز اني ستيبل ديفيجن، تمام، عايز اني دايمنشن. طيب هقول له جنريت، هو يبدأ يكون لك 4 صور. هسيب لكم الروابط بتاعت الموقع دي اسفل الفيديو في الوصف بتاع الفيديو، بحيث تقدر ان انت تجربه. ده البلاي جراوند اهو، اتعمل الصور. ده برضو عمل الصور. ولا هنا الاوبن اي اي بيديك امكانيه ان انت تسكفر، تكتشف صور كتيره اتعملت قبل كده، او تعمل انت كرييت، او تعمل ترين او اديت للصور. وفي كمان كتاب بيعرفك مثلا اسهل برومت او احسن برومت تقدر
تكون بيه صور، ممكن تقول له كرييت وتكتب بقى البرومت اللي انت عايزه ويبدأ هو يكون لك الصور. هو نقدر نقول ان كلهم مواجهات سهلة الاستخدام للستيبل ديفيجن. بتقول له عايز ادخل الحساب بتاعي وتكتب البرومت وتشوف بقى النيجاتيف، لو عندك صورة ممكن ترفعها وتقول له جنريت. دي صورة كنا عملناها قبل كده، حاجة كده ايه ستايل فرعوني. بدأ يكون لك الصور، ولو دوست عليها هيبدأ يكبر لك الصورة. ممكن تعمل لها بابلش، ممكن تعمل لها اب سكيل يكبر لك المقاس بتاع الصورة من غير ما يفقد الجودة بتاعتها. من المواقع الجميلة برضو الموقع دوت، ممكن تقول سيرش او جنريت. سيرش هيجيب لك اللي اتعمله قبل كده، جنريت هتبدا تعمل صوره جديده. طيب في موقع اسمه كليب دروب، ده كان كويس قوي، بنصور صوره معينه وناخد حاجه بالصوره دي ونستخدمها معانا في الكمبيوتر. هو اضاف خاصيه جديده اللي هي ان انت تحول التكست لصور. تمام، ونتفرج على الصور. اتمنى يكون الموقع عجبكم، هسيب لكم الروابط بحيث لو حد حابب يتدرب عليها او